كانوا يقولوا الصورة بألف كلمة، بس هلأ بكم كلمة بتقدر تعمل صورة مثالية ومتكاملة؟ هاد باختصار يلي رح توفره مايكروسوفت من خلال أداة إيمج كرييتر الجديدة. شو بتعمل هالأداة؟ ببساطة بدل ما تفوت على جوجل وتوصف له الصورة اللي بدك إياها وتطلع نتائج غريبة عجيبة، بس فوت على مايكروسوفت إيمج كرييتر واكتب له وصف للصورة اللي بدك إياها وبالنمط يلي بتفضله، وهو باستخدام الذكاء الاصطناعي رح يعطيك عدة نتائج. مثلاً فيك تكتب له قطة حتى نظارات شمسية على البحر بنمط كرتوني، أو حتى لوحة سريالية لصحن فواكه، أو حتى دبان دعم يطبخ. طبعاً الموضوع بيسلي بس بنفس الوقت مفيد كتير، وخاصة لكتاب المقالات أو كتاب قصص الأطفال، والخيارات ما بتنتهي. رح نترك لينك الموقع بديسكريبشن الفيديو على يوتيوب وبكابشن بوست الخبر على الفيسبوك لتجربوه وتفرجونا الصور يلي صممتوها. Creating fun, beautiful, original images is as easy as typing a few words. Introducing Image Creator. Now you can express your ideas in seconds. Simply type the words you want as images. Then let Bing and AI do the rest. You'll be amazed at what you create and what you create next. It's super fun. Just type a phrase, then iterate. As you change your description, from a skateboard to a unicorn to, I don't know, a banana, the image updates to follow your direction. You can also play with styles like classical painting, digital illustration, pixel art, hand-drawn, and so many more. So go experiment and inspire others to do the same. Image Creator, beautiful images in just a few words.